باسم الهيئة العامة للثورة السورية، أهلا بك سيد علي. حدثني، ما الذي يميز هذا اليوم من الناحية الميدانية؟ نعم أستاذ سهير، حقيقة وردنا من أحد العناصر الأمنية أنه اللي طلعوا من السجن المركزي وصوروا الإعلام السوري ردوا رجعوهم من الباب الخلفي. اليوم في صباح يوم الخميس في السويداء تحديدا صبغوا صورة المجرم بشار الأسد أمام نقابة الأطباء باللون الأحمر رمزا لتضامنا مع أطباء سوريا المعتقلين. بحرستا تجري حملة مداهمات منذ حوالي ساعتين، قوات المخابرات الجوية المبنى نفسه اللي استهدف هي التي تقوم بها، ونصبوا العديد من الحواجز، عشرات الشباب تم اعتقالهم، قوات الأمن خربت العديد من المحال التجارية وكسرت الممتلكات انتقاما من أهالي حرستا. يعني دير الزور ما بعرف شو القصة مع الأطفال، من الصبح قتلوا الطفلة غدير، دعسوا طفل عند مدرسة حسان العطرة بحي القصور وقت سقط على الأرض اجوا الأهالي لحتى ينقذوه فضربوا الأهالي وأطلقوا الرصاص عليهم، أصابوا طفل وجرحوا ثلاثة آخرين وقت طلعت المظاهرة الطلابية من قدام جامع الفتح. أما بحمام بس البارحة بنحب نذكر أنه قلبوا أهالي حمام المظاهرة الإجبارية إلى مظاهرة ضد النظام، ومن ثلاث أيام فعلوا نفس الشيء، فينتقمون الآن من أهالي حمام من حي الحميدية تحديدا. يعني عشرات من أنتم كهيئة عامة صورتم هذه الأشياء، ذكرت بأن المعتقلين الذين صوروا وهم يخرجون من السجن تم إعادتهم من الباب الخلفي، ذكرت بأن المظاهرة التي خرجت للتأييد انقلبت إلى معارضة، كل هذا ما هي يعني الدلائل التي تمتلكونها كهيئة؟ وتعودنا أنكم تصورون عادة هذه الأمور. نعم، لدينا حقيقة في حماة لدينا فيديوهات أن المسيرات قلبت الى اما ارجاع السجناء فهذا لا نستطيع توثيقه، ولكن وردنا من احد السجناء المعتقلين الذين تمت زيارتهم ان هكذا فعلوا بهم، وكان التلفزيون السوري والقناه يصورهم. هذا لا نستطيع توثيقه. اما قلب المظاهره او المسيره الاجباريه الى مسيره معارضة وتهدف بإعدام الرئيس وإسقاط النظام فهذا موثق لدينا بالفيديو. الذي أحب أن أشير له في حماة تحديدا أنه إذا ما لقوا الشخص عم يعتقلوا أفراد عائلته. أحمد زقزوق هو أحد المطلوبين المتهمين بتهم التظاهر، اعتقلوا أولاده حسام وزاهر وبراء، واعتقلوا العشرات مثل مصطفى السحار وأحمد الناصر. وصلت معلوماتك؟ تجري الآن نعم. حي الجراجمي وسط بنية وتخوف من الحشود العسكرية اللي على مدينة حماة من عملية اقتحام للمدينة. شكرا لك. من دمشق علي حسن، الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية.